من حادث مستحيل ومن قيل لا وأهمسوا يا أصدقائي اتركوا حائطا واحدا من حبال المسير لحمة الحافظة لأحرس أحلامكم. دقيقة 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 كل الإجراءات التي قامت بها أجهزة أمن السلطة من محاولة لمنع إقامة هذا المؤتمر الذي ينادي بإصلاح منظمة التحرير وانتخاب مؤتمر وطني تحت راية واحدة وهي راية الكفاح المسلح والمقاومة وعودة الهيبة إلى منظمة التحرير، إلا أننا ندعو شرفاء حركة فتح وندعو شرفاء السلطة إلى العودة عن هذا القرار وإلى الإفراج عن المناضل البطل عمر عساف. ونحن في قوى المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وفي محافظة الخليل ندين بأشد العبارات عملية الاعتقال التعسفي التي قامت بها أجهزة أمن السلطة. تأتي هذه المبادرة في سلسلة مبادرات كخطوة ربما يراكم عليها، وهي محاولة استعادة القرار الفلسطيني للشعب الفلسطيني، حيث تم استغلال منظمة التحرير الفلسطينية لتمرير مخططات تصفوية ولتمرير أجندات خاصة والتعاون مع الاحتلال. فتحولت منظمة التحرير الفلسطينية من بيت للكل الفلسطيني إلى مظلة وركن أساسي من أركان الأمن القومي الإسرائيلي. هذا المؤتمر خطوة عظيمة لقرار الخزان، هي بداية، وهذه البداية لازم يكون إلها ما يتبعها من خطط وبرامج وسقف زمني لكل هدف، لأنه إحنا من السبعينات وإحنا منطالب بإصلاح منظمة التحرير وبتغيير مسار منظمة التحرير، وقيادة منظمة التحرير بتقول قولوا ما تشاءون ونحن نفعل ما نشاء. وأعتقد أنهم وصلوا منظمة التحرير لمرحلة سيئة جدا، وإذا بيكون يعني التعبير مناسب لأرذل العمر، وبالتالي على شعبنا اللي قدم آلاف الشهداء والتضحيات والمعانيات أنه يستعيد حاله ويستعيد نشاطه في تجميع كل الوطنيين الفلسطينيين بغض النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية والمناطقية.